اليوم ولأول مرة غادي نجربو الطوموبيل ديال ماركة شينوية كانت في المغرب هذه سنوات ودابا رجعات باستراتيجية جديدة. الطوموبيل اللي غنجربو اليوم هي تيغو 2 برو ديال شيري اللي يلاه بدات رسميا لا كوميرسياليزاسيون ديال لي فيكول ديالها في المغرب. لا جام تكون من 4 سيارات كلهم اس يو في واللي هما بالاضافه لتيغو 2 برو لو اس يو في اوربان تيغو 4 برو لو اس يو في كومباكت تيغو 7 برو والاس يو في فاميليال تيغو 8 برو. تيغو 2 برو جا المغرب باش ينافس بقوه في لو سيغمون تري كونكورونسييل ديال لي اس يو في اوربان واللي كيتزعموا عندنا لوبيل كروسلاند فوكس فاغن تيروك والبيجو 2008. فشنو هما اذا لي زاتو اللي معول عليهم هاد تيغو 2 برو باش يدير بلاصتو في السوق المغربي؟ هادشي اللي غادي نشوفو اليوم في هاد لي سي. اول ملاحظه هي ان الطوموبيل اعتمدت على لي كود ستيليستيك ديال لي اس يو في عكس بزاف ديال المنافسين في لو سيغمون اللي اختاروا شكل كروس اوفر. في نفس الوقت فهي كتمتاز بسون لوك بارودور بفضل لي سكي ديال لي بوكليي لي باساج دو رو لي با دو كاس رانفورسي اي لي بار دو تو. في الامام المظهر ديال السياره جا اغريسيف بفضل لا كالوندر الكبيره والعريضه على شكل نيدا باي وكذلك الاضواء اللي مقسمه على طبقين. الفوق عندنا لي فو اليد تري زيفيلي والتحت كاين لي بروجيكتور هالوجين. في الوراء ثلاثه ديال الحوايج اللي تاروا الانتباه ديالنا هما هاد البيكي اللي جابت ناسخ مع لو اي هاد لو بوندون نوار بريون وكذلك الاضواء اليد على شكل سي. على العموم الديزاين ديال السياره جذاب وعصري وفي نفس الوقت فهي كتمتاز بالمظهر الرياضي ديالها. في الداخل ديال تيغو 2 برو لا بلونش دو بور كلها اورينتي جي السائق بحال مثلا هاد لي بوتون ديال كليماتيزاسيون وبالخصوص هاد ليكرون تاكسي لونكاستري ديال 9 بوص اللي شخصيا عجبنا الشكل ديالو بريميوم وكذلك سهوله الاستعمال والسرعه ديال الاستجابه ديالو بالاضافه الى انه فيه لا كونيكسيون بار كابل مع اندرويد اوتو وابل كار بلاي. وقدام السائق كاينه اون انسترومونتاسيون سيمي ديجيتال ديال 7 بوص. الحاجه اللي لاحظناها هي انه واخا تيغو 2 برو كينتمي لسيغمون دونتري دو غام الا ان لا بريزونطاسيون في المستوى. سي فري كنلقاو البلاستيك ولكن في نفس الوقت كاين الكوير في الفولون في لا بلونش دو بور زياده على لا غارنيتور نوار بيانو ولا فيبر دو كربون وحتى لا بوازري. حاجه اخرى عجبتنا هي ليسباس اي لو كونفور ابور الجلسه مريحه بفضل الكراسة تيسو كوير. كاينين بزاف ديال لي زيسباس دو رانجمون و لي باساجي لور عندهم ان اسباس دو جون بين غارد تو جينيرو بفضل لومباتمون ديال 2.55 متر. من جهته الكوفر فيها ان سو دو شارجمون طالع وفيه 420 لتر اي ان شيري تيغو 2 برو من بين لي ميور زيليف ديال لو سيغمون دي اس يو في اوربان. تيغو 2 برو كيمتاج بالسهوله في التحكم ديالو. الطوموبيل تري مانيابل لدرجه انه في بعض الاحيان كتعطينا الاحساس انه سايقين اون سيتادين. هاد لا سونساسيون كتعزز من ناحيه لاسبي ديناميك ديالها بحيت لي زاكسيليراسيون اي لي رولونس جاونا في المستوى بفضل الموتور 1.5 لتر اسانس دو 107 شوفو واللي هو الوحيد المتوفر عندنا في المغرب افيك بواط مانويل او اوتوماتيك سي في دي. في نفس الوقت السياره مريحه بفضل لي سياج اللي شخصيا فاجئونا خصوصا في لي لونغ ديستانس وبفضل لي سسبونسيون اللي جاونا سوبل زياده على لا بون فيزيبيليتي اللي عند السائق. من ناحيه لي زيكيبمون الطوموبيل خدات حقها فيها لو اس بي لو ريبارتيسور الكترونيك دو فريناج لاسيستانس او فريناج دورجونس لا كاميرا اي لو رادار دو ريكول لو ريغولاتور دو فيتيس ولا كليم ديجيتال. دو فيرسيون متوفره في المغرب اللي هي لونتري دو غام كونفور او ميليو دو غام ديناميك اللي معنا اليوم في لسي واللي لا كونسوماسيون ديالها ما فاتش 6%. والاهم من هادشي كامل هو لو بري اللي كيبقى امباطابل خصوصا مع ليكيبمون اللي كنلقاو دي لو بروميي نيفو دو فينيسيون بحال لو رادار دو ريكول. الثمن كيبدا حاليا ب 154 الف درهم في حين ان المنافسه كتبدا باكثر من 190 الف درهم. عجبنا الثمن ديزاين جميل لي زيكيبمون. تمنينا لو صوت الطريق يكون مسموع اقل يكونوا بزاف ديال لي موتوريزاسيون لو سوي دو شارجمون يكون هابط.
من بعد هادشي كامل اللي شفنا كنوصلوا للخلاصه انه شيري تيغو 2 برو ما جاش للمغرب بور جوي لو رول دو فيغورون. الطوموبيل كتمتاز بالديزاين ديالها الجذاب وكذلك الراحه والنيفو ديكيبمون اللي في المستوى بالاضافه لطبيعه الحال الثمن. صحيح كاينه غير في ليسونس وهذا يقدر يشكل لها عائق حاليا في المغرب، ولكن كما قلنا سابقا غياب الديزل في الطوموبيلات الجداد اللي كيدخلوا عندنا ولا مساله حتميه خاصنا نتادابطوا معها بسرعه. بهذا نكون وصلنا لنهايه التجربه ديالنا. المزيد من المعلومات كيف العاده على wandalo.com. À très vite sur wandalo.com.